السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية في المغرب 2025. لكن قبل ما نعرف تفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين. لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطيل التعليقات. الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. المباراة القادمة منتخب النيجر أمام منتخب السودان ضمن المنافسات على الجولة 5 وتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025. المباراة على ملعب كيجيه، قناة الناقلة بي سبورت 6 والمعلق منتصر الأزهري. توقيت المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 5 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والـ6 بتوقيت القاهرة والسودان، والـ7 بتوقيت مكة المكرمة والعراق. يذكر بأن المنتخب السوداني يأتي في وصافة المجموعة F برصيد 7 نقاط، بينما يأتي منتخب النيجر في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة. توقع معنا في التعليقات من يخطف 3 نقاط مهمين ومنافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية في المغرب 2025. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.